عليكم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض ميني بيتزا بطريقة سهلة جدا، عجينة ناجحة وهشة قوي وهتطلع معاكم ناجحة من اول مرة. بصوا طرية جدا جدا، ممكن تخزنيها في الفريزر وتطلع وقت الاستخدام يدوب تفك بس وتاخد درجة حرارة الجو، هتبقى زي ما انتي لسه عاملاها دلوقتي، يعني هتنفع ولادنا جدا في المدرسة. قبل ما نروح نشوف الطريقة، لو اول مرة تشوفوا القناة عندي ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. اول حاجة يا جماعة، ده كده كيلو من الدقيق، والدقيق ده لكل الاغراض. هحط عليه رشة بسيطة كده من الملح، وهحط عليه معلقة كبيرة مليانة من الخميرة الفورية او كيس خميرة، وطبعا هحط معلقة سكر كبيرة عشان الخميرة، وهحط معلقتين كبار من اللبن البودرة، ممكن تستغني عنهم لو مش موجودين، وكمان هحط نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة تمام. وهحط مية دافية للعجن، بس هقلب المكونات الجافة دي كده مع بعض الاول. بعد بقى ما اتاكدت ان كل المكونات الجافه دي اختلطت كده ببعض كويس، معايا ميه دافيه، والميه الدافيه ملهاش مقدار، انا هزود شويه بشويه وهعجن كده بالراحه تمام، لغايه ما العجينه معايا تكون طريه ومش بتلزق في الايد. بس قبل ما احط الميه الدافيه هحط بقى شويه من الزيت، 3 معالق كبار من الزيت، ادي كده معلقه تانية، 3 معالق من زيت الذرة او زيت زيتون المتاح بالنسبة لك استخدميه. هقلب بقى الاول الزيت، وبعدين هنزل بقى بالمية الدافية شوية بشوية. بسم الله الرحمن الرحيم. افضل اقلب فيها لغايه بس ما تتعجن كده شويه، وبعدين هستخدم ايدي بقى على طول. هستخدم ايدي بقى عشان افضل ايه اقدر ان انا اتحكم في سمك العجينه واعرف هي محتاجه حاجه ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. المية تكون دافية مش سخنة ومش ساقعة، دافية بس علشان تنشط الخميرة بتاعتي. اهم حاجة عشان تنجح معاكي ان انت تعجنيها كويس جدا. هي دي كده المرحلة اللي انا عايزة اوصلها. بصوا العجينة بقت طرية جدا، بس فيها ايه تلزيقة بسيطة خالص، هي دي اللي انا عايزاها. مش عايزاها تبقى ناشفة قوي علشان ما تطلعش معاكي البيتزا ناشفة، لكن طول ما هي كده طرية بالشكل ده وفيها التلزيقة البسيطة دي تعرفي ان هي تطلع معاكي قطنية جدا وهشة جدا ومظبوطة 100%. خلاص بصوا هي فيها تلزيقة اهي، بس في نفس الوقت لما سلكها من الطبق، بصوا لما بسلكها بتطلع معايا من الطبق عادي خالص، بس هي يعني ايه فيها التلزيقة بس شوية اهي. بصوا الطبق نضيف معايا وكل حاجة عادي خالص. هحط بس رشة زيت امسح بيها كده ايه الطبق بتاعي، وهحط العجينة بتاعتي كده بالشكل ده خلاص، وبرضو هلمع وشها كده برشة من الزيت وخلاص. هسيبها بقى تخمر كويس جدا، بس طبعا هغطيها كويس وهسيبها تخمر كويس قوي يعني ساعتين كده لان الجو برد اليومين دول، وبعدين نحضر الحشوة ونحضر صلصة البيتزا اللي هندهن الوش بتاع من البيتزا فيها، وبعدين نكمل مع بعض. نيجي بقى للصلصة بتاعت البيتزا دي، نص كوباية من معجون صلصة الطماطم الجاهزة تمام. لو مش عندك اضربي نص كيلو طماطم في الخلاط وسبكيها على النار من غير اي حاجة كويس جدا جدا لغاية ما تبقى معايا بالصوم كده، بس الصلصة بتاعت الطماطم بتدي طعم احلى وافضل. خلاص نص كوباية او طبعا على حسب الكمية اللي احنا هنعملها، وهحط عليها رشة بسيطة حوالي ربع معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من الثوم البودرة، ونص معلقة من البصل البودرة
وهحط عليها بقى المكون اللي هيخلي ريحتها تجنن زي الصلصة بتاعت محلات البيتزا بالظبط، اللي هو الزعتر. هحط نص معلقة مليانة من الزعتر، وهحط عليها معلقة زيت، زيت ذرة او زيت زيتون المتاح بالنسبة لك. وهقلب بقى المكونات دي كده مع بعض كويس جدا، وكده يبقى الصلصة معايا بتاعة البيتزا جاهزة. نحضر بقى الحشوة. والحشوة اللي معايا سهلة وبسيطة خالص، انا بحب احشيها جبن، بتكون احلى وافضل بكتير، لان هي بتكون في فطار او في عشاء فيستحسن الجبن. انا هحط جبنة رومي كده مبشورة، ومعايا فلفل رومي مقطعاه كده صغير، وطماطماية تكون جامدة شوية عشان تشيل القلب بتاعها ما يكونش فيها مية ولا بذر، وتقطعيها برضو مكعبات صغيرة بالشكل ده. ومعايا زيتون، ومعايا جبنة موزاريلا، انا بجيبها سايبة بالكيلو، بتكون حلوة قوي. وادي العجينة بعد ما اختمرت كويس جدا، بصوا ما شاء الله عليت وتضاعف حجمها. هبتدي انزل الهواء الزيادة اللي فيها ده، بسم الله. خلاص كده، وهاخد بقى جزء من العجينة دي، وليكن يعني قد القطعة دي كده. وهرش بس رشة دقيق بسيطة كده على الرخامة، كده بالشكل ده. وهبتدي ان انا افردها بقى، وما تكونش تخينة قوي علشان ما تقلبش معايا قرص، لا انا عايزاها تكون ايه، رقيقة شوية اهو. خلاص كده فردتها كويس بالشكل ده. هجيب بقى اي كوباية على حسب المقاس اللي انا عايزة القطعة بتاعت الميني بيتزا ايه مقاسها، وهبس هبدرها كده من فوق بالشكل ده بالدقيق، عشان خاطر بس ما تلزقش مني في العجين. خلاص، وهبتدي بقى اقطع. بسم الله، اهي بصوا لما ببدرها كده ما بتلزقش في العجين خالص، اهي حابة تكبري براحتك. خلاص، وهبتدي الم الزياده ده. طبعا الزياده ده انا مش هرميه، ده انا هعجنه وهرجع افرده تاني واقطعه برضو بنفس الطريقه. تمام، احطه مع العجين كده. وهجيب بقى الصينيه اللي هدخلها الفرن واقول لكم هنعمل ايه. بعد بقى ما قطعت كل الميني بيتزا هرصها كده في الصينيه، والصينيه تكون مدهونه بزيت خفيف قوي، وهوزع كده على كله صلصه. وبعد ما اخلص كله بالصلصه هوزع الحشو مره واحده عشان ما اخدش وقت خالص. خلاص، بظهر المعلقه بقى كده ووزع بشويش، هتتفرد معايا سهل خالص. خلاص اهي، عايزه اوريكم السمك بتاعها يكون عامل ازاي عشان ما يبقاش تخين قوي. بصوا حبايبي السمك بتاعها يكون بالطريق يعني تقريبا كده نص سنتي. خلاص، بعد بقى ما وزعت الصلصة كده هحط بس واحدتين كده من الموزاريلا علشان يمسكولي الحشوة، رشة بسيطة خالص اهو. وبعدين احط بقى الحشوة بتاعتي، احط كده شوية من الفلفل، وطماطم، تمام، وهحط بقى ايه رشة من الرومي او الجبنة التركي كده بالشكل ده، وهحط رشة كمان من الموتزاريلا على الوش بالشكل ده. خلاص،
واخر حاجة هحطها زيتونية على وش الموتزاريلا كده بالشكل ده. هخلص انا بقى كل الكمية عشان ما اطولش عليكم، وهدخلها فرن يكون سخن جدا على اعلى درجة حرارة. علي الفرن قوي، كل ما كان الفرن عالي وسخن جدا كل ما البيتزا بتاعتك تكون طرية وهشة ومتاخدش وقت في التسوية. خلاص هخلص وهدخلها وهحطها على الشبكة في الرف الوسطاني، لما تطلع بقى ان شاء الله هوريها لكم. ادي حبايبي الميني بيتزا بعد ما طلعت من الفرن، ما خدتش وقت خالص، الفرن سخن جدا، اخدت معايا بالظبط 10 دقايق وكانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا السوا بتاعها عامل ازاي، بصوا تحفه، بصوا عامل ازاي، طريه جدا جدا جدا، بصوا بجد تحفه. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.